بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، أهلاً وسهلاً بكم. عنوان درسنا لهذا اليوم في مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي، الجزء الأول، المحاليل الحمضية والمحاليل القاعدية. سيكون لدينا 4 أهداف نأمل تحقيقها مع نهاية هذا الدرس. أولاً، المقارنة بين خصائص كل من الأحماض والقواعد. ثانياً، وصف الاستخدامات التطبيقية لكل من الأحماض والقواعد. ثالثاً، وصف أثر الأحماض في البيئة. رابعاً، توضيح كيفية تشكل الهطل الحمضي مبيناً أثره في البيئة. الأحماض والقواعد. ما المقصود بالأحماض؟ هي مواد تطلق أيونات الهيدروجين الموجبة عند ذوبانها في الماء. أما القواعد فهي مواد تطلق أيونات الهيدروكسيد السالبة عند ذوبانها في الماء. أما أيون الهيدرونيوم فهو أيون موجب ناتج عن اتحاد أيون الهيدروجين مع جزيء الماء ويرمز له بالصيغة H3O+. كما ترونه في الشكل الموجود أمامكم. سنسلط الضوء على خصائص المحاليل الحمضية والمحاليل القاعدية. أعزائي الطلبة، يمكننا المقارنة بين الأحماض والقواعد من حيث الخصائص التالية كما هو موجود في الجدول التالي. لنرى ما هي الأيونات التي تطلقها الأحماض عند ذوبانها في الماء. تطلق أيونات الهيدروجين الموجبة، بينما القواعد تطلق أيونات الهيدروكسيد السالبة. كيف يكون طعم الأحماض؟ طعمها حمضي لاذع، بينما القواعد طعمها مر. الأحماض لها القدرة على التوصيل الكهربائي، والقواعد لها القدرة على التوصيل الكهربائي، أي إن كل من الأحماض والقواعد لها القدرة على التوصيل الكهربائي. الأحماض تستطيع أن تحول لون ورقة تباع الشمس إلى اللون الأحمر، بينما القواعد تستطيع تحويل لون ورقة تباع الشمس إلى اللون الأزرق. الأحماض شديدة التفاعل مع الفلزات، بينما القواعد ضعيفة التفاعل مع الفلزات. أعزائي الطلبة، للأحماض والقواعد استخدامات عديدة في حياتنا اليومية، فمن استخدامات الأحماض كحمض الخليك يستخدم في صناعة الخل المستخدم للطعام، بينما يستخدم حمض الكبريتيك في صناعة الأسمدة والطلاء والبلاستيك وبطاريات السيارات. أما حمض الستريك فهو أحد مكونات بعض الفواكه كما هو موجود في البرتقال والليمون. حمض النيتريك يستخدم في صناعة الأسمدة والبلاستيك والأصباغ. أما حمض الهيدروكلوريك فيستخدم في تنظيف الشوائب على الأسطح الفلزية. إذن عزيزي الطالب، وما هي استخدامات القواعد في حياتنا اليومية؟ تستخدم القواعد بشكل عام في صناعة الصابون والأمونيا وصناعة الطباشير ومستحضرات التنظيف، لأن لأيونات الهيدروكسيد القدرة أن تتفاعل بشدة مع الفضلات والدهنيات. يستخدم هيدروكسيد الكالسيوم في تحديد خطوط الملاعب الرياضية ومعالجة حموضة التربة في الحقول والبساتين. أما هيدروكسيد الصوديوم فهو يستخدم في صناعة الصابون وتنظيف الأفران وتسليك المجاري والمصارف. عزيزي الطالب، هل تعتقد بأن الأحماض والقواعد لها تأثير على البيئة؟ نعم، لها تأثير على البيئة، فعندما يحرق الوقود الأحفوري بفعل ممارسات ونشاطات الإنسان ينتج من هذا الاحتراق ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين في الجو. تستطيع هذه الأكاسيد
أن تتفاعل مع بخار الماء في الجو فتكون محاليل حمضية تهطل على شكل أمطار حمضية، والأمطار الحمضية تصل درجة حموضتها إلى 2.3، وهذه الدرجة تعادل حموضة المعدة. تخيل عزيزي الطالب أنك ستقوم برحلة إلى أحد الكهوف. ما الصورة التي سترسمها في خيالك عن شكل هذا الكهف الذي ستزوره؟ لنرى صورة أحد هذه الكهوف. ربما أحد منا يتساءل، ما سبب تكون هذه الكهوف وتشكيل الهوابط والصواعد؟ يلعب حمض الكربونيك دوراً أساسياً في تكوين هذه الكهوف، فيتكون حمض الكربونيك عندما يذوب غاز ثاني أكسيد الكربون في الماء، بالتالي هذا المحلول يستطيع إذابة كربونات الكالسيوم المكونة لصخور هذه الكهوف الجيرية التي تسبب تآكل الصخور. فعندما يسقط هذا المحلول الحمضي من سطح الكهف على الأرض، أولاً تقل ذوبانية ثاني أكسيد الكربون، وهذا ما يؤدي إلى أن تقل حموضة المحلول، ومن ثم تقل ذوبانية الحجر الجيري فتترسب هذا الحجر الجيري، بالتالي تتكون الصواعد والهوابط. عزيز الطالب، لديك هذا النشاط، يمكنك اختيار الإجابة الصحيحة في العبارات التالية. اقرأ جيداً حتى تتمكن من الإجابة بشكل صحيح. لديك دقيقة واحدة فقط. انتهى الوقت عزيزي الطالب لنرى إجاباتكم. يستخدم في صناعة الصابون هيدروكسيد الصوديوم. العبارة الثانية، يستخدم في صناعة الأسمدة حمض الكبريتيك. العبارة الثالثة، يستخدم في صناعة الأصباغ حمض النيتريك. يستخدم في تحديد خطوط الملاعب هيدروكسيد الكالسيوم. يستخدم في صناعة مستحضرات التنظيف هيدروكسيد الصوديوم. يستخدم في صناعة البطاريات للسيارات حمض الكبريتيك. انتهى الدرس. شكراً لكم على حسن استماعكم.